عدو الخير كان تعبان جدا جدا من خدمه بولس الرسول. فاللي حصل ان هو جه بعد كده حط بولس الرسول في السجن، وكان خدمه بولس الرسول تعبه جدا. عدو الخير تلمذه والسفريات والحاجات اللي بيكتبها كلها. الغلطه اللي عملها ان حط بولس وسيله مع بعض. فكتاب يقول كان يصليان ويسبحان، يسبحان ويصليان معا، سبحان الرب معا. ودي الغلطه اللي بيعملها ابليس، ودي حته بتوضح جدا جدا اليونيتي. كان بولس وسيله مع بعض، كانوا يصليان ويسبحان، اتفكت ووقعت السلاسل لانهم كانوا مع بعض ان يونيتي. وده الاباء التشاينيز اللي حصل في 2012، حصل كده بينهم ان حصلت يونيتي. بعد كده طريقه الرومان زمان لما كانوا بيعملوا المساجين كانوا بيحطوهم كلهم مع بعض في سلاسل كبيره مع بعض، زي عدد كبير مع بعض في نفس السله عشان ما يهربوش. فبفكر في الموضوع ده الصبح، لما بولس وسيله وقعت السلاسل فكوا معاهم اللي حواليهم المساجين التانيين، لان دي كانت طريقه الرومان. فالسلاسل وقعت كلها، ولما الاباء التشاينيز اتحدوا مع بعض ابتدت اسيا كلها، كوريا واليابان اندونيسيا ماليزيا، كل الليدرز مع بعض، وابتدى تحصل فعلا يونيتي على مستوى اسيا كلها. هللويا هللويا. الوحده بتكسر شوكه ابليس وبتخلي عدو الخير يخضع تحت الاقدام.